الله يسعدكم يا الجدويين. يعني بحسب ما خبرني زميلنا بندر، هذا شاهدنا الآن رقصة خاصة بأهل جدة. نحن سنتابع مشاهدينا في هذا الأجواء مع المزمار والعرضة والخطوة والدحة، هي كلها ألوان فنية مختلفة للفولكلور في السعودية. أيضا زميلنا عبد العزيز الفضلي سيكون معنا في هذا التقرير ويستعرضها لنا، نتابع. فرحة العيد والسعادة تعبر عنها المظاهر الشعبية في السعودية المترامية الأطراف، فعندما تسير في شوارع وسط المملكة تجتذبك طبول العرضة النجدية الملهمة. تخرج منها لتذهب للشرق، فيأسرك جمال أهل ساحلها الشرقي بألوانهم وفنونهم المختلفة التي تبعث الفرحة في الآفاق. من ساحل الشرق لأقصى الشمال، وأهلها أصحاب القلوب الكبيرة التي تعيش فيها ومعها شجاعة الدحة. ومن الشمال فرحا إلى الجنوب البليء بالثقافات والألوان، تجد الخطوة فيه مكاناً ثابتاً. عبد العزيز الفضلي، MBC.